الحضور الكريم. بداية أود أن أوجه تشكراتي الخالصة للدكتور عزمي بشارة وللمركز على هذه الاستضافة وعلى تنظيم هذه الندوة المتميزة، لا من حيث الحضور ولا من حيث طبيعة طرح الموضوع، والذي هذا الموضوع الذي يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لنا نحن العرب في هذه الألفية الجديدة، وهي العلاقات العربية الإيرانية. يعني بداية يعني أنا لن أتحدث عن كل ما ورد أو ما جاء في الورقة المكتوبة أو المسودة التي بين أيديكم التي سأعمل على تنقيحها لاحقا، لكن سوف أختار بعض العناصر التي أرى أو أحسب أنها أساسية وأحاول أن أبلورها وأعبر عنها في عجالة، لأن الوقت لا يسمح من أجل الاستفاضة في الكثير من الجوانب التي ربما أتيت على ذكرها وربما سأذكرها في الورقة النهائية. إذن أعتقد بداية وأنا أبتدئ في هذه المداخلة أن الإشارة هنا إلى علاقة المغرب العربي بإيران ربما يعني شخصيا تذكرني بمقولة كان يرددها المفكر المغربي الراحل الذي ذهب عنا منذ شهور، وهو الدكتور محمد عابد الجابري، الذي كان يتحدث عن الخصوصية المغاربية. هنا أننا أريد أن أتحدث عن الخصوصية المغاربية التي دفع بها الجابري إلى مسألة أو مرحلة ومحطة القطيعة المعرفية بين المشرق والمغرب، لكن أتحدث عن الخصوصية بمعنى ضيق، لأنني لا أعتبر بأن هناك قطيعة ما بين المشرق والمغرب وأن هناك تواصل تاريخي كان وما زال قائما. إذن أتحدث عن نوع من الخصوصية أحسب أن لها علاقة بالجوانب الجغرافية الطبيعية، علاقة بجوانب الجغرافية السياسية وبما يسمى بالجيوسياسة الجيوبوليتيك، ولها علاقة كذلك بالمسائل الجيوستراتيجية. هذه المسائل تجعل أن العلاقة المغاربية الإيرانية لها خصوصياتها من منطلق أن ذلك الحديث العاطفي ربما الذي يصل في بعض المراحل وفي بعض المحطات إلى درجة التشنج، هذا الحديث لا نلفيه ولا نجده في الخطاب المغاربي، سواء كان خطابا سياسيا أو ثقافيا أو معرفيا أو خطابا على مستوى يعني الفئات الشعبية. إذن هناك نوع من الطرح، إن صح أو جاز لي أن أقول ذلك، من الطرح الموضوعي ما بين فيما يخص العلاقة ما بين إيران ودول المغرب العربي، من منطلق أن دول المغرب العربي على العموم ودول شمال إفريقيا بشكل عام، إذا أردنا أن نضيف كذلك شقيقة مصر العربية، يعني لا ترى في الغالب أن 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 يعني مانعا بأن يكون لإيران دور إقليمي متميز في محيطها الجغرافي القريب لها. ربما يعني أنا حاولت أن أستثني مصر ولم أتحدث عن شمال إفريقيا، من منطلق أن جمهورية مصر العربية لها ظروفها الخاصة وأجنداتها المختلفة عن دول المغاربية الأخرى. لذلك يعني أنتقل مباشرة حتى أسرع حتى لا يتداركني أو يدركني الوقت، أنتقل مباشرة للحديث عن علاقة المغاربية الإيرانية في سياق جيوستراتيجي تهيمن عليه العلاقة المغاربية الفرنسية. وهنا علينا أن نميز فيما يخص تسمية الدول المغاربية ما بين المغرب العربي الكبير الذي يضم كلا من المغرب الأقصى والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، والمغرب العربي الصغير
الذي يعني في الأدبيات والكتابات الفرنسية ما يسمى بالمغرب، حينما يتحدث الفرنسيون بالنسبة لطروحاتهم الجيوسياسية والجيوستراتيجية فإنما يقصدون دول المغرب الثلاث تحديدا، وهي التي كانت لها علاقات متميزة بحكم المرحلة الاستعمارية، أقصد المغرب والجزائر وتونس. إذن هذه الدول المغاربية الثلاث ربما تحمل في بالنسبة للأجندة الفرنسية علاقات جد متميزة. لذلك نلاحظ على سبيل المثال أن العلاقات المغاربية في كثير من الأحيان تتأثر إن سلبا أو إيجابا بعلاقات هذه الدول المغاربية بالمعطيات الجيوسياسية والجيوستراتيجية للدور الفرنسي في المنطقة. هنا ربما أعطي مثالين بسيطين، مثال المملكة المغربية ومثال الجزائر. بالنسبة للمملكة المغربية الكثير من المتابعين لاحظوا أن علاقتها بإيران تأثرت إلى حد كبير بعد أن تأثرت العلاقات الفرنسية تحديدا، أو شاب العلاقات الفرنسية الإيرانية توتر كبير. فالعلاقات المغربية الفرنسية هي علاقات ترقى إلى مستوى استراتيجي كبير وتنسيق مشترك بين البلدين على أصعدة كثيرة، خاصة فيما يخص مسألة يعني الصحراء الغربية. كذلك بالنسبة للموقف الجزائري، وإن بطريقة مغايرة، وهو موقف تمثل في ربط علاقات مؤخرا متميزة مع إيران، الكثير من المتابعين للشأن الجزائري حتى من الأخوة في المغرب الأقصى يرون أن هذه العلاقات مع إيران ربما تأتي من باب محاولة الجزائر التأثير على مواقف فرنسا بصدد علاقاتها في منطقة المغرب العربي، ولا تأتي في سياق ربما قناعة راسخة لدى السلطة في الجزائر بأن علاقاتها مع إيران تمثل رهانا جديا وأساسيا، ربما مثل الرهان الذي يمكن أن نتحدث عنه في سياق العلاقات على سبيل المثال ما بين إيران أو والعراق أو غيرها من دول الجوار التي تربطها علاقات جيو استراتيجية وجيو سياسية متميزة. سوف أتحدث بنوع من التفصيل عن العلاقات ما بين الدول المغاربية وإيران، وسأبتدي يعني من الوهلة الأولى بالحديث عن العلاقات الجزائرية الإيرانية، وسوف أذكر بعض المحطات ربما التي أعتبرها مفصلية من أجل تفسير ما آلت إليه العلاقات في المرحلة الراهنة، وهي علاقات جد وطيدة في الآونة الأخيرة. إذن العلاقات الإيرانية الجزائرية بدأت قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، بدأت من خلال ربما الدور المتميز للدبلوماسية الجزائرية في نزع فتيل النزاع الذي والصراع الذي كان دائرا ما بين إيران والعراق، وتدخلت الدبلوماسية الجزائرية من خلال اتفاقية الجزائر بصدد شط العرب. الدبلوماسية الجزائرية كذلك تدخلت يعني في سياق علاقتها مع إيران بعد انتصار الثورة، إبان أزمة الرهائن السفارة الأمريكية في طهران. هذه العلاقات بقيت متوازنة حتى في عهد الصراع ما بين العراق وإيران، فالجميع يذكر أن الجزائر لم تأخذ، وعلى خلاف ربما الكثير من الدول العربية، موقفا مؤيدا إلى بعد الحدود للعراق، وإنما حاولت أن تتخذ موقفا وسطا. وقام وزير خارجيتها محمد الصديق بن يحيى بإجراء يعني الكثير
الكثير من اللقاءات ما بين مع الأطراف الإيرانية والعراقية من أجل يعني وقف الحرب الإيرانية العراقية. لكن سقوط يعني أو إسقاط طائرة وزير الخارجية الجزائري بصاروخ قيل أنه عراقي أصابت المساعي الجزائرية في مقتل، ووصلت إلى طريق مسدود، واستمرت الحرب العراقية الإيرانية بالشكل الذي يعرفه الجميع. إذن العلاقات الإيرانية الجزائرية بقيت مستقرة إلى مرحلة بداية التسعينات، مرحلة بداية التسعينات، وهي المرحلة التي في من القرن الماضي، المرحلة التي عرفت تعددية سياسية في الجزائر. هذه التعددية السياسية في الجزائر رأت الجزائر أن الممثلية الدبلوماسية الإيرانية بدأت تتدخل في الشأن الجزائري بشكل لافت وبشكل يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها. فالبعثة الدبلوماسية كانت تحضر الكثير من اللقاءات يعني الحزبية التي كانت تنظمها الأحزاب المعتمدة، خاصة الأحزاب الدينية، من بينها جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة، من بينها حركة مجتمع السلم، إلى غير ذلك من الأحزاب السياسية الجزائرية. رأت السلطة في الجزائر في تلك المرحلة أن التدخل الإيراني يعني لا يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية، ووصلت هذه العلاقات إلى طريق مسدود مع بداية 1993. واستمرت القطيعة، يعني هذه القطيعة بدأت كما قلت في عهد رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي، الذي سوف أشير إلى موقفه من آران لاحقا. وصلت إلى طريق مسدود وتم قطع العلاقات ما بين البلدين. ثم بعد ذلك يعني ظلت العلاقات يعني مقطوعة إلى مجيء الرئيس الجمهورية الجزائرية الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم، ومجيء السيد محمد خاتمي وهو محسوب على التيار الإصلاحي في إيران إلى سدة الحكم في الجمهورية الإسلامية. إذن في هذه المرحلة بداية من سنة 2000 تم لقاء ما بين بوتفليقة وخاتمي، وربما كان هذا اللقاء عبارة عن محاولة لإذابة الجليد بين البلدين، إلى غاية استعادة العلاقات بين البلدين في سنة 2003. بعد ذلك خطت الخطوات العلاقات ما بين البلدين خطوات جبارة إلى أبعد الحدود، وبدأت تسترعي انتباه الكثير من الملاحظين، وبدأوا يرون في العلاقات الجزائرية الإيرانية نوعا من التنسيق الذي ربما يحمل من الأسئلة أكثر مما يحمل من الإجابات. لذلك وصف بعض الملاحظين العلاقات الإيرانية الجزائرية بأنها علاقات خطيرة، وتحديدا حينما في الآونة الأخيرة خلال هذه السنة، حينما توقف السيد رئيس الجمهورية الإيرانية سيد يعني أحمدي نجاد في الجزائر قادما من دمشق، فسر ذلك على أنه تنسيق جزائري سوري إيراني يرتبط بمسائل تهم يعني البلدان الثلاثة. كذلك تمت الإشارة أو إثارة مسألة تعاون نووي ربما جزائري إيراني خفي، وإن كانت الجزائر في حقيقة الأمر لا تذكر ذلك ولا لا ترى بأن هناك ما يجمعها أو أن هناك أشياء كافية تجمعها بإيران تجعلها أن تنسق معها في أشياء مثل هذه الأهمية. لكن على أي حال هذا كلام قيل، وربما حينما زار يعني نائب وزير الخارجية البريطاني الجزائر مؤخرا وطلب منها أن تلعب دورا في إذابة الجليد وفي المفاوضات الجارية حاليا حول الملف النووي الإيراني ما بين الغرب وإيران،
ربما اعتقد الكثيرون أن هذه رسالة بريطانية موجهة للبلدين معا وليس لإيران، المنطلق أن بريطانيا كانت قد أشارت في بداية التسعينات بأن هناك نشاط ربما نووي جزائري غير معلن عنه وخفي في محطتها النووية بعين والسارة، وتبين بأن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وقد استطاعت الأجهزة الأمنية الجزائرية أن تلقي القبض على أحد الأشخاص وهو يصور المحطة النووية الجزائرية، واتضح فيما بعد أن هذا الشخص هو الملحق العسكري للسفارة البريطانية في الجزائر، فتم طرده على إثر ذلك. إذن العلاقات، ما أريد أن أقوله أو أخلص إلى قوله في هذه العجالة، هو أن العلاقات الإيرانية الجزائرية يتم النظر إليها بالكثير من الحذر من طرف الكثير من القوى الغربية، وكذلك من طرف يعني المملكة المغربية التي ونتيجة للصراع الذي يجري بينها وبين الجزائر تحديدا ومع الدول المغاربية الأخرى بشأن الصحراء الغربية، ترى في هذا التنسيق يعني أشياء تدعو إلى القلق أكثر مما تدعو إلى الارتياح، وربما كان هذا من بين الأسباب التي أدت بالمملكة حسب قول الكثيرين إلى قطع علاقاتها مع إيران في سنة 2009. هذا ما يجرني إلى الانتقال يعني مباشرة إلى العلاقات المغربية الإيرانية، وهنا سوف يعني أحاول أن أختصر، رغم أن العلاقات الإيرانية المغربية فيما أزعم وفيما أعتقد يعني هي ربما علاقات جد متميزة وتحمل الكثير من الدلالات الموحية، ليس حاليا، ليس في هذه المرحلة التي تتسم فيها العلاقات بين البلدين بالجمود الذي وصل إلى مرحلة قطع العلاقات، لكن هناك مميزات أحسب أنها ترتبط بالمخيال المشترك للدولتين وبالخصائص الأنثروبولوجية للبلدين، تجعل أن التقليد الدولوي في المغرب مثله في ذلك مثل التقليد الدولوي الإمبراطوري في إيران، لهم الكثير من العناصر المشتركة، والعاهل الراحل الحسن الثاني كان دائما يذكر بأن تقاليد الحكم في المملكة راسخة، رسوخ تقاليد الحكم في إيران، والكثير من الدول التي لها نظام مشابه للمملكة في مرحلة السبعينات من القرن الماضي. إذن العلاقات المغربية الإيرانية هي علاقات متميزة ومرت بعدة مراحل. البداية الأولى يعني كانت في مرحلة الشاه التي تميزت بعلاقات جد متميزة ما بين الشاه والعاهل المغربي الحسن الثاني الراحل الحسن الثاني، وبعد ذلك ونتيجة لبعض المواقف من البلدين المغرب وإيران يعني نتج عن ذلك قطع العلاقات المغربية الإيرانية بسبب الحرب في الخليج ما بين العراق وإيران ومساندة المملكة المغربية للعراق، وكذلك نتيجة لاعتراف إيران بجبهة البوليساريو. يبدو لي أن الوقت لن يسعفني من أجل أن أضيف وأتحدث عن باقي محطات العلاقات المغربية الإيرانية وهي موجودة في المسودة الموجودة يعني المتوفرة لديكم ويمكنكم الاطلاع عليها، لذلك سوف أتوقف عند هذه المسألة لأنتقل إلى آخر عنصر في مداخلتي وهو الصحراء الغربية والرهان بوصفها رهانا مغاربيا والحضور طبيعة الحضور الإيراني في هذه العلاقة الخاصة بالصراع حول قضية الصحراء الغربية، وأحسب هنا أن الدول المغاربية كلها معنية وإن بدرجات متفاوتة بهذا النزاع الذي يصنف حاليا في خانة النزاعات المجمدة،
أحسب أن كل الدول المغاربية أقول يعني معنية بهذا الصراع باستثناء تونس التي ربما تحاول أن تأخذ يعني موقفا محايدا من الأطراف المتعددة، لكن الجزائر وموريتانيا التي كانت تتقاسم في مرحلة سابقة الصحراء الغربية مع المملكة المغربية، وكذلك ليبيا التي كان لها دور فاعل في دعم جبهة البوليزاريو في مراحل متعددة من نهاية القرن الماضي خاصة في مرحلة الثمانينات، وتحديدا حينما ساءت العلاقات ما بين المملكة المغربية وليبيا. كل هذه المعطيات والتطورات المرتبطة بهذا الملف الذي أسال حبرا كثيرا وربما يدعو طرحه إلى حرج كبير من طرف كل المتابعين للشأن المغاربي، يجعل المملكة المغربية ترى بأن الدور الإيراني في هذا النزاع دور يتسم بخطاب مزدوج ولا ويتنافى مع حقيقة يعني نواياها في هذه المنطقة. وحجة المملكة في ذلك يعني هو أن العلاقات الإيرانية بالجزائر وبجبهة البوليزاريو تمتد إلى مرحلة الثمانينات، وتذكر الوسط الإعلامية المغربية بأن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايات الأسبق زار منطقة المخيمات الصحراوية والتقى ببعض الأسرى المغاربة. كل يعني كذلك يعني العلاقات ما بين الجزائر وإيران في عرف المملكة المغربية تتسم بحساسية مفرطة من منطلق أن ما تبديه طهران بصدد هذا الملف أقل مما يعني تخفيه، فهي تخفي أشياء كثيرة. ومن ثم فإن الدور الإيراني وإن كان مرضيا عليه من طرف الجزائر وربما ليبيا التي لا ترى اعتراضا في أن يكون لإيران دور أو موقف يعني بشأن هذا الملف، يعني وموريتانيا كذلك يعني في هذه المرحلة الأخيرة لا ترى كذلك من منطلق يعني مصالحها الوطنية أي اعتراض في أن تتدخل إيران في المنطقة، يعني من أجل ربما تسوية هذا الخلاف. ولكن تسوية هذا الخلاف يعني يحتاج إلى جهود جبارة من كل الأطراف، ولا يبدو أن إيران لها الإمكانيات يعني الضرورية والقابلة لأن تستثمرها في هذا النزاع. إذن أكتفي بهذا القدر لأن الوقت